السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، كان رحبوا بكم في هذا الفيديو الجديد، وكنت من أولكم إن شاء الله يعني تردوا البال وتشوفوا كي أشنو درنا وكيفاش درنا باش تحصلوا على نتائج زوينين إن شاء الله. غادي نشوف هاد الصوبة اللي هي صوبة ديال الحوت بطريقة مختلفة عن ما قدمت لكم ديال الصوباب ديال الحوت إن شاء الله. غادي نشوفوا أشنو غادي نختصوا. عندنا هنا الخص، وعندنا هنا القرعة، عندنا مطيشه، عندنا هنا ايضا الكوسه، وعندنا الفلفله خضراء، فلفله حمراء، وعندنا ايضا البطاطا هي هذه، وعندنا شويه الحوت، شويه البصل، شويه الربيع القزبور، سورتو القزبور، انا كندير القزبور، عندي شويه ديال الزبده، شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، سكويه ديال السكنجبير، شويه ديال الكمون ان شاء الله الرحمن الرحيم، وبطبيعه الحال البويون ديال الحوت طيبنا فيه الحوت كيجي هكا، هو غادي نحتاجوه باش نصوب هذه الصوبه ديالنا. على بركه الله غادي ناخذ ان شاء الله زيت الزيتون نديروها، وغادي نديروا البصل نقليوه، عاد نكملوا المواد ديالنا ان شاء الله. البصله ديالنا ضروري نشوحها مزيان يعني تجي دابله باش تجينا المذاق ديال هنا ان شاء الله. غادي نضيف لها الزبده، غادي نديرو العطريه ديالنا، الملحه، الكمون، يعني كلشي العطريه اللي قلت لكم، الابزار، غادي نديرو نصف الكميه ديال القزبر، والنصف غادي نخليوه حتى الاخير. الا ما درتوش هاد العمليه بحال هكا في الاول راه ما كتجيش بنينه. البنه ديالها كنخرجوها دروك من البصل ملي كي يتقلى مزيان حتى كيدبال. بعد ما شوحنا البصل ديالنا مزيان حتى كنشمو الريحه ديالو، غادي ناخذ الخضر ديالنا، مطيشه والخيار والخس، ها هو عندنا الفلفله الحمراء والبطاطا. هاد الصوبه كنطحنوها في الاخير باش كتجي لذيذه، القرعه، الكوسه، يعني الخزو، الفلفله الخضراء ايضا. غادي نجيبو الماء ديال سميتو نديروه البويون، كنخلطو مزيان هاد الخضر ديالنا، وغادي ناخذو باش نصفيو داك البويون ديالنا، نصفيوه ما نديروش مباشرة. هكا ونسدوها باش يطيب ان شاء الله. الصوبة ديالنا ها هي درناها، غادي ان شاء الله نسدو الكوكو ديالنا ونخليها طيب ان شاء الله. خليوها طيب تقريبا 10 دقائق، ملي كتصفر الكوكو تحسبوا 10 دقائق. هنا عندنا الخبز العربي قطعناه شرائط بحال هكا، عندنا طون، اي نوع ديال الطون، مع مطيشه خلطناهم، مطيشه شاده راسها، تكون مطيشه ما تكونش مطيشه اللي فيها قوه الماء، ما تكونش فيها الماء، والا كان فيها الماء حيدوا ليها الماء وديروها مرصوات بحال هكا. عندنا فرماج، اي نوع ديال الفرماج بحال هكا ان شاء الله. هنا خلطنا هاد المطيشه، غادي نبداو ان شاء الله كيفاش نصوبوا هاد الحشوه ديالنا، هاد البريوات ديالنا بالخبز العربي. غادي ناخذ جوج وريقات،
باش ما كانت الورقة طويلة باش ما كتجي اسميتو ديالنا زوينة. كنجيبو الفرماج كنديروه معها وهنا كنطويوها كما كنطويو البريوات ان شاء الله، كما كنطويو البريوات اللي كنصوبو دائما، ونزيدو نعمرو الفرماج هنا. هانتوما شفتوها هكا باذن الله بحال الا صوبنا البريوه، وهنا غادي نقطعوا هاد شويه ها هي كنحطوا على ديك البلاصه ديك التنيه ان شاء الله على بركه الله. نعود واحده اخرى ناخذوا الحشوه، والحشوه تكون مهمه تكون شويه كثيره، وناخذوا الفرماج هكا وغادي نبداو نتنيوها بحال هكا هكا ان شاء الله. هنا غادي نبداو في الورقه الثانيه ونقطعوا هاد الورقه ديالنا هنا ان شاء الله. غادي ناخذوا البريوات ديالنا نديرهم في المقله ديالنا في هاد البريسه ديالنا بحال هكا. نديرو ستة البياسات ان شاء الله. ونخليوها تسخن، خاصها تسخن مزيان. الصوبة ديالنا ها هي طايبة 10 دقايق حتى 15 دقيقة ان شاء الله. غادي نطحنوها هنا ان شاء الله. غادي ناخذ الحوت ديالنا ها هو ديال الصوبه، درنا له شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون، غادي نقليوه في شويه ديال زيت زيتون. هنا ان شاء الله نديروا الحوت ديالنا نقليوه مزيان فهاد شويه ديال زيت العود او زيت الزيتون. ها هي مطحونه مزيان. غادي ناخذ الحوت ديالنا اللي صوبنا نخوه فيها وناخذوا القزبر اللي شاط لينا ان شاء الله. غادي نديروه هنا ان شاء الله. عندنا واحد اتر ديال الحليب باش نصوبوا هذا الديسير اللي هو الديسير بالكافي، وغادي نديروا ان شاء الله لاموس ديال الكابيتشون من الفوق ان شاء الله. هنا اول حاجه غادي نصوبها نصوبوا بعدا يعني الديسير ديالنا قبل ما نصوبوا لاموس باذن الله. عندنا هنا واحد اتر ديال الحليب، عندنا 10 الكيسان على حسب العائله، درنا واحد بسكوي الوسط لتحت ديالو واحد شويه ديال البسكوي. عندنا هنا واحد 150 غرام ديال السكر، عندنا واحد 100 غرام ديال المايزينا اول حاجه غادي نعملوها، وعندنا هنا واحد المعلقه كبيره عامره ديال الكافي. غادي ناخذوا الكافي ديالنا ها هو نديروه بحال هكا نخويو عليه الماء ونخلطوه ونخلطوه ان شاء الله بحال هكا. ونخوه فوق الحليب. وغادي ناخذوا مايزينا ديالنا ايضا على بركه الله نخوي عليها الماء
نخلطها غير بنفس المعلقة واخا يكون فيها القهوة، نخلطوا هاد المايزينة ديالنا تخلط، نزيدوا الماء على بركة الله، نزيدوا الماء هنا ونخلطوا الجميع إن شاء الله حتى يذوب. وغادي نديو فوق النار ديريكت ديروكتومو باش يطلعوا ديك الكريمه ديالنا، نجيبوا الكريمه ديالنا وغادي نخويها في الكيسان عاد ان شاء الله، نصوب واحد لاموس اللي غادي نخوي فوق منهم باذن الله. ها هو هنا غادي نخو السنيده ديالنا ومباشره فوق العافيه باش نطلعوا هاد الشيء ديالنا يجي طالع ان شاء الله. نخلطوا الخليط ديالنا ونخليوه يبدا يطيب ونحركوه، ما نخليوش ما نحطوش فوق العافيه ونمشيو شي لبلاصه اخرى، يعني مره نحركوه. الكريم ديالنا هو بدا كيتقال، يعني قريب يطيب، ملي يطيب كيتجمع، ملي نشوفوه تجمع كنحيدوه. الكريمه ديالنا ها هي تجمعات، شويه غادي نقلعوها، بدات كتقال، غادي ناخذو الكيسان ديالنا نعمرهم ان شاء الله. نخليو غير شويه فاش نديرو ديك الرغوة ديك لاموس ان شاء الله، نخلي واحد شويه الفوق ما نعمروش حتى الفوق كاع، نخليو بلاصه ديال لاموس. وملي نديروه هكا غادي ندخلوه حتى يبرد شويه عاد نديرو ليه لاموس ان شاء الله. هنا ان شاء الله غادي نصوبوا لاموس ديالنا، عندنا هنا 150 غرام ديال السكر، ها هي عندنا 2 معالق ديال القهوه، عندنا شويه ديال الماء. هنا غادي نبداو نخلطوا ان شاء الله الخليط ديالنا، نبدل هاد الطاسة فاش كنطلع لأن صغيرة. على بركة الله هانتوما شفتو لاموس ديالنا هي طلعت كما كتربوها كتطلع مزيان. الديسير ديالنا ها هو ديجا راه شاد راسو، كناخدو شويه د لاموس كنديروها في الوسط بحال هكا، باش تكون عندنا هاد الطبقة ديال لاموس من الفوق. هنا كنديرو شوية د الكراميل،
مرحبا بكم اخوانا اخواتي، كنرحبوا بكم. هذا هو اللي قدمنا لكم اليوم. قدمنا لكم واحد الديسير بالكافي، ودرنا ليه واحد لاموس ديال الكابيتشينو او الكابوتشينو، يعني شي حاجه رائعه ان شاء الله. ودرنا لكم واحد السوب، يعني كتجي رائعه السوب بالحوت، يعني كتجي هائله ورائعه. هذا الشيء اللي كتشوفوا خضر من الفوق هو الربيع. عندنا هنا هاد البريوات معمرين بالطون والفرماج وماتيشا، كتجي رائعه 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 ان شاء الله. نتمنى لكم اخواني واخواتي تستفدوا من هذا الفيديو ان شاء الله، والى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.